طالب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ياخد جايزة نوبل للسلام، ومش بس كده، أنا نفسي مصر تعمل جايزة كل سنة تديها لشخصية معينة، بس أجمل شخصية أفكر إنها تاخد الجايزة دي ولو أول مرة، اللي هي جايزة النيل، تكون جايزة دولية تمنح لأعظم شخصية بتساهم في سلام العالم ورقيه وحضارته وازدهاره. الحقيقة بنحتفل بمناسبة طيبة، مناسبة لشهيدة فعلا لها من المكانة الكبيرة، في الأساس اعتزاز بها أنها مصرية بالدرجة الأولى، وده يورينا قد ايه المصريين حريصين في التمسك بمبادئهم واعتقاداتهم، خاصة كان من الممكن أن تجاريهم في الحديث وعقيدتها تظل زي ما هي، ولكن هذه امرأة مصرية، امرأة مصرية في الأساس، أبد أبد. هم دول مصريين مش هيتجددوا على مدار التاريخ، هم دي طبيعتهم وهي دي نشأتهم، والتاريخ لما تشوفه في جميع المجالات هتلاقي كده.